له معنى ايجابي، وهو ان الحكومه بتلجأ الى جهه غير حكوميه للقيام بوضع الاطار التنافسي لمصر في المرحله القادمه. واعتقد ان احنا بعد دراستنا لما تم في دول اخرى وضعت استراتيجيات التنافسيه في المستقبل، احنا سنلجأ الى كل الستيك هولدرز المعنيين بتنافسيه مصر على الوجه الاعم حتى تكون هذه الاستراتيجيه متناسبه ومعبره في نفس الوقت عن وجهه نظر كل الشركاء. المدخل النهارده الخاص بالتعليم والتدريب، زي ما كنت بتناقش قبل هذه الجلسه مع بعض الاصدقاء، ليست في وضع التعليم والتدريب كاولويه كلاميه، لكن يجب ان تكون الاولويه حقيقيه. الاولويه الحقيقيه للتعليم والتدريب معناها انعكاس على الموازنات، ومعناها اصرار ومصابره على تطبيق هذه السياسات. مره اخرى، الاولويات ليست كلام على الشفاء، ولكنها يجب ان تترجم بموازنات واضحه، ويجب ان يكون هناك مصابره واصرار على تنفيذها لمده زمنيه طويله، لان بدون ده لا نستطيع ان نخرج بفائده من تطبيق سياسات جزئيه او قصيره المدى او بدون الموازنه اللازمه لتحقيقها. ومعنى الاولويه في الموازنات هو اننا نختار ما بين اولويات اخرى. فاذا بنختار التعليم والتدريب فمعناها ان احنا نكون مستعدين كمجتمع وكحكومه ان احنا سناخذ من قطاع الى قطاع التعليم. اننا مستعدين للتضحيه احيانا في سبيل اولويه التعليم. لانه لا يوجد امام مصر فرصه في المستقبل بدون التركيز والاولويه على التعليم والتدريب والتعليم المستمر. لا يعرف الكثير من المجتمع المصري ان اكثر من 62% من الطلبه تلاميذ في سن 14 سنه اساسا يتم توجيههم الى التعليم الفني والتقني. يعني احنا بنتكلم النهارده الوضع الحالي في 62 ل 65% من الطلبه في ثالثه اعدادي بيروحوا هذا التوجه. هذا النوع من التعليم اللي بيخرج العماله الماهره المستعده لتلقي التدريب المستمر القادره على ان يكون انتاجيتها اكبر لتحقيق التنافسيه اللي احنا بنتكلم عليها، ده المصنع بتاعهم هو التعليم الفني في مصر، واستمرارهم هو التدريب المستمر. لذلك فيجب النظر كليا الى اطار التعليم الفني وجزئيا الى خصوصياته.